كاتو. مرحبا بكم مشاهدينا وتحية طيبة، أهلا بكم مع برنامج دنيا الكرة. تألق بظهوره في البرامج الرياضية من أوائل المنضمين للجزيرة، كان حضوره لافتا وترك رسالة مؤثرة قبل وفاته، وخيم الحزن الوطن العربي لوفاته. فمن هو المذيع السوري منقذ العلي؟ منقذ العلي هو مذيع سوري طلع علينا من شاشة قناة الجزيرة. ولد في مدينة حماة عام 1962، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الآداب جامعة دمشق. بدأ حياته الإعلامية في سوريا لمدة 10 أعوام بين عامي 1987 و 1997، حيث كانت البداية في إذاعة دمشق، حيث أشرف على برنامج رياضي عنوانه ملاعبنا الخضراء، والذي كان متخصصاً في نقل الدوري السوري، ثم عمل بعدها كمراسل للبرامج الرياضية لصالح سوريا في محافظة حمص. وعن عمله في قناة الجزيرة، فقد كان الإعلامي منقذ العلي من أوائل المنضمين لشبكة الجزيرة بعد إنشائها، ويعد من مؤسسيها، وشغل بها منصب مقدم للبرامج الرياضية منذ عام 1997، تميز بتألقه في تقديم البرامج الرياضية، كما أنه كان معروفاً بعلاقته الطيبة مع زملائه في العمل الإعلامي وخاصة داخل الجزيرة. على الرغم من الهدوء والغموض الذي أحاط بحياة منقذ العلي وعدم مشاركة حياته الشخصية كما يفعل الكثيرون، إلا أنه كان يعاني لسنوات من مرض السرطان في العمود الفقري، وكان يتردد على الولايات المتحدة لتلقي العلاج، إلى أن رحل عن عالمنا يوم 26 من شهر مايو لعام 2015، حيث دفن في مقبرة سالفارد ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وكان آخر ما كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة إلى ولده أسامة، قال فيها: حبيبي وأملي أسامة، رغم ألمي وأنت تعلمه، وقد كانت صور تخرجك من مدرسة الشويفات بلسما خفف عني قليلا، رغم ما حملته من غصة بغربتنا عنك يا ولدي وغيابنا عن حدث انتظرته 12 عاما، هكذا كتب الله لنا. وأكمل في رسالته: قلوبنا كانت معك، تلهف لفرحتك، تضحك لضحكتك، نرفع يدنا معك من بعيد لنعيد تجهيز عباءة التخرج. وفقك الله يا ولدي، وأسعدنا جميعا بلم شمل تعود فيه الصحة والعافية إلى ديارنا، ويعود الأمل ولم نفقده يوما، إن الله معنا، هو القادر وهو الشافي والمعين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. من قلبي أبارك لك، وأتمنى أن نكون معك في تخرجك من الجامعة، لا تتأخر، فكلنا بانتظارك، والدك المحب منقذ. توفي الإعلامي منقذ العلي بعد تلك الرسالة المؤثرة، وسط صدمة في الأوساط الرياضية والإعلامية في العالم العربي لوفاته، وخيم الحزن على الساحة الإعلامية، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالدعوات له، ونعى شخصيات عديدة من المجال الإعلامي وقناة الجزيرة، منهم المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي وفيصل القاسم وغيرهم الكثيرون.